برحب بيك مره ثانيه زميل عزيز احمد خيري، وبرحب بكل مشاهدي قنوات اون تايم سبورتس. وعقب مباراه الاهلي مع البنك الاهلي اللي انتهت بفوز النادي الاهلي بهدف نظيف، يسعدنا ان يكون معنا الكابتن طارق مصطفى المدير الفني للبنك الاهلي. هارد لك، اديته مباراه كبيره، تقييمك للاداء. لكن قبل ما نتكلم على الاداء، شفت لقطه غريبه منك، توجهت بالموبايل لغرفه الحكام، كنت بتقول لهم ايه؟ هي مش جديده، هي قديمه جديده. لا، الاول بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا بشكر اللعيبه على المجهود اللي عملوه بصراحه. الحمد لله عملنا مجهود كبير. مبروك للنادي الاهلي 3 نقاط. ولكن بقول لهم ايه، كنت بوري له الكوره اللي انا اصلا قاعد في المدرجات، جمهور الاهلي معظمهم الناس اللي قاعدين جنبي قالوا ان الكوره اوفسايد، يعني الكوره جون، وكنت بوري له الخطوط. انا بس زعلان على حاجه واحده بس، يعني دايما هقولها وطلعت وقلتها في ماتشات كتير، وكل نادي بتكلم ان انا بقول كده بيزعلوا مني، لان بقول يا جماعه انا عايز العدل، انا مش عايز اكتر من كده، زينا زي كل الفرق زي بعض، ما تفرقش بين احمر واخضر وابيض وازرق، ايه المشكله؟ هي دي فيها مشكله؟ انا شايف ان ما فيهاش مشكله. ما تخلينا يعني، ما تجيش تقول لي اصل الكاميرا مش عارف ايه، اصل حصل ايه، انا مال، انا مش قصتي، مش قصتي. النادي الاهلي خد الدوري، والنادي الاهلي خد الدوري قبل الماتش بتاعي، بس خلاص تبقى مباراه حلوه، مباراه الناس تستمتع بيها، مباراه الناس تطلع كلها. لا، بس الهدف كان النهارده ان النادي الاهلي يعني المكسب ال 18 ليه اهداف ثانيه، يعني ليه اهداف ثانيه بصراحه. يعني انا شايف حتى الاستوديو التحليلي، ما يعني مش يعني مع كابتن احمد حسن صديقي وحبيبي، كابتن فاضل نفس الشيء، يعني بقى لي ربع ساعه بعد ما خلصت الماتش ما اتكلمناش على الماتش، ما اتكلمناش على البنك، اتكلمنا على النادي الاهلي والبنك الاهلي. لا، وجايب وسام واجوان وسام يا جماعه، ده يا جماعه معلش معلش، مع احترامي يعني، يعني ادينا حقنا، حتى في دي كمان مش ادينا حقنا، حتى في دي مش ادينا حقنا. قول الفرقه اجتهدت، الفرقه قعدت في الدوري، الفرقه كذا، بعد الماتش ما تقوليش قبل الماتش. انت شفت الماتش بتاع السيناريو، قول بقى، قول زي ما تقول، انما كل التحليل على النادي الاهلي. طب ليه ادي الناس حقها؟ عشان كده بقول لك العدل في كل شيء في الكره المصريه، بس انا مش عايز غير كده. لكن فنيا انت راضي عن الاداء؟ طبعا راضي على الاداء من ساعه ما جيت. انا الحمد لله والشكر لله اللعيبه تعبت واجتهدت، لان احنا البدايه ما كانتش حلوه، مش حلوه عشان حاجه، لا ما كانش، تعرف الهزايم بتعمل نوع من الحاله النفسيه بالنسبه للنادي وبالنسبه للعيبه وبالنسبه للاداره، فكانت الحاله النفسيه عند اللعيبه ما كانتش كويسه. احنا الحمد لله النهارده تاكد بقائنا رسمي، احنا الحمد لله من بعد مباراه زد، وانا قلت لهم خلاص ان الحمد لله احنا قعدنا في الدوري، ولكن رسمي على الورق النهارده. عشان كده تعادل المقاولين النهارده شال الضغوط من عليك؟ لا، الضغوط احنا متشاله من بعد ماتش زد، بقول لك من بعد ماتش زد احنا الحمد لله لما وصلنا لنقطه 33 قلنا الحمد لله والشكر لله، لان عارفين الماتشات، صعوبه المباريات في الاخر، ولكن بقول الحمد لله والشكر لله، اللعيبه اجتهدت وتعبت، وبشكر الاداره على تجديد. انا بصراحه يعني انا خدت قرار في وقت من الاوقات تحديدا بعد مباراه انبي، واعتذرت للناس، وعلى الهوا بقولها، اعتذرت للناس وحبيت ان انا امشي. الناس تمسكت بيا، اللي هو اشرف محمد عبد المنعم والاداره، بشكرهم، بشكر الزيحه والفتوح، بشكر كل الناس، والحمد لله دي الحمد لله بعد كده جابت نتائج ايجابيه. اخيرا بعد تجديد التعاقد معاك لمده موسمين، هنشوف البنك الاهلي بشكل مختلف الموسم القادم؟ شوف العدل الاول، شوف العدل. شكرا شكرا. اذا اعزائي مشاهدي قناه اون تايم سبورتس، ده كان لقاءنا مع الكابتن طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الاهلي، والان تعود الكلمه للاستوديو التحليلي وزميل عزيز احمد خيري.